مراقبة، تعقيم وتنظيف مختلف المستلزمات المستعملة تفاديا لانتشار الحشرات هي إجراءات تسهر على تطبيقها الأطقم الطبية عبر مختلف المستشفيات والمصالح الاستشفائية بولاية جيجل. كاين برامج دونك دورية بما يخص النظافة الاستشفائية اليومية، هي عندنا في كل مصلحة عملت النظافة تفوت المصلحة تنظف الصباح وتبدأ بداية من 7 الصباح. موازاة مع هذا عندنا مكافحة الحشرات. مكافحة الحشرات كاين الحشرات الزاحفة وكاين الحشرات الطائرة. إجراءات روتينية تتكرر بشكل يومي، يتم فيها تغيير الأغطية والأفرشة المستعملة وكذا القيام بعملية تنظيف واسعة تمس مختلف الغرف والقاعات الطبية. لا ليتري تاعنا تتفيريفي اشاك فوا شاك ابري شاك مالاد فيريفي سما يفيريفيو يشوفوا لي دغا يتبدلوا بدون فاسون ريغولير ويروحوا ثاني يتصلوا في في المغسله الخاصه. حنايا في او نيفو دي زيتابليسمون دو سونتي الوقايه تكون دوريه ويوميه، دائما نقوموا ب لا ديزانفيكسيون هذه كوتيديان شونجمون دي دغا تفاديا لاي ظهور للحشرات الضاره التي أضحت تشكل كابوسا لدى بعض الدول. تقوم الأطقم الطبية بهذه الإجراءات الدورية بهدف حماية المرضى مسبقا، وتبقى الوقاية خير.